السلام عليكم. بيدي أن أهاني مواطني إسرائيل المسلمين والمسلمين في كل أنحاء العالم برمضان كريم. يأتي شهر رمضان اللي يذكرنا مبادئ التعايش والتسامح والمحبة والسلام. كل أمل أن يحمل هذا الشهر الخير والتفاؤل لشعوب المنطقة، وأن نتوقف نزيف الدم على حدودنا الشمالية، وأن يحتفلوا في سوريا بكل حرية وسعادة. خلال الشهر تحول الذكرى السابعة للحرب لبنان الثانية. هذه العام توضح للجميع أن حزب الله ليس حامي لبنان إلا محاربها. إذا التهديدات والتطورات سيستمر جيش الدفاع على كل جنوده من جميع الديانات للاستعداد للإبعاد أي تهديد. في النهاية بيدي أن أبعث تهنئة إليكم جميعا، وخاصة إلى جنود جيش الدفاع المحتفلون في رمضان صوما مقبولا وإفطارا شهيا. كل عام وإنتم بألف خير.